وللمزيد حول تصريحات ممثلة الأمم المتحدة بشأن تفشي الفساد في العراق مع اقتراب الانتخابات التي تم تحديد موعدها في منتصف العام القادم، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي. أهلا بك سيد مازن. بداية، في تصريح لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارد قالت إن الفساد يعد من أكبر المشكلات التي تواجه العراق وهو مقبل على الانتخابات كما تعلم، هل تعتقد أنه في ظل الجدل الدائر بين شركاء العملية السياسية على قانون الانتخابات وشفافيتها، هل تعتقد أنه يمكن أن تخرج انتخابات نزيهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أولا، من الغريب والمستغرب أن نسمع هذا التصريح من ممثلة الأمم المتحدة وكأنه اكتشفت الكنز الآن. أليس الفساد هو منذ اللحظة التي جاء المحتل بهذه النخبة التي حكمت العراق منذ 2003 ولغاية الآن، وهي تعرف جيدا أنه الفساد في العراق في حالة تصاعدية تتعاقب ويتصاعد في كل حكومة من حكومات الاحتلال، وبالتالي هذا التصريح ليس بجديد، ولكن مع هذا دعنا نقول أنه تصريح رسمي من ممثلة لمنظمة رسمية. طبيعي أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات في بيئة يتسلط فيها الميليشيات، وسلطة المال وسلطة الميليشيات هي التي تقود الدولة، فبالتالي عندما تكون الأحزاب المرتبطة بالدولة تمتلك السلاح والمال وقادرة على شراء الذمم، وأيضا منهج التزوير هو منهج ثابت في ديدن العملية السياسية، فبالتالي الانتخابات ولن تحقق أي 1% من نزاهتها، طالما أنه العملية السياسية لا تزال عملية محاصصة وطائفية، ولا يزال الفاسدون هو من يحكم العراق. وبالتالي أنا أعتقد سواء جرت الانتخابات أو لم تجري لم يغير شيء، لا يمكن أن تكون هناك انتخابات تحت ظل نظام سياسي فاسد بالمطلق. ينبغي أن تكون الانتخابات في جو صحي وفي حالة استقرار، في حين العراق يعيش حالة من الفوضى ومن الدمار ومن القتل ومن الخطف، وسياسة البندقية هي التي تحكم، وبالتالي أنا أعتقد الانتخابات هي ضحك على الذقون، وأنا أعتقد الشارع العراقي قال كلمته برفض العملية السياسية والمطالبة بإسقاط النظام. سيد مازن، يعني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخارد أكدت على إمكانية تقديم المنظمة الدولية أن تقدم المساعدة في إخراج انتخابات شفافة كما قالت، إلى أي مدى يمكن أن تقبل الأحزاب الطائفية باعتقادكم ووفق تقديركم، إلى أي مدى يمكن أن تقبل هذا العرض مثلا؟ هو بغض النظر إذا قبلت العرض أو لم تقبل العرض، الرقم الصعب بالمعادلة داخل العراق هم الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران، فبالتالي أي شفافية تتحدث عنها ممثلة الأمين العام المتحدة؟ كيف تكون هناك شفافية وهناك أحزاب لديها السلاح ولديها المال ولديها السلطة ولديها القدرة على تزوير الانتخابات ولديها السلطة اللي تشرف على صناديق الاقتراع، وبالتالي حتى الناس التي ستشارك بالانتخابات ربما تزود بهويات مزورة على أنهم عراقيين وربما هم إيرانيين، فبالتالي عن أي انتخابات شفافة تتحدث؟ أيضا تحدثوا عن انتخابات السابقة والعراق، العراقيين قاطعوا الانتخابات وكانت حالة رفض شعبي حتى توصل رسالة الشعب العراقي للعالم بأن الشعب العراقي رفضه، بالتالي أنا أعتقد لا يمكن أن تجرى انتخابات شفافة إلا بعد أن نتخلص من هذه العملية السياسية الطائفية البائسة، وبالتالي تكون هناك قوة وطنية تحكم هذا البلد وتهيئ إلى أجواء صحية وتمنع ترفض الميليشيات وتسيطر على سلاح الدولة وتقدم دور إيران وتنهي دور إيران، ومن يحكم العراق ينبغي أن يكون نزيه ووطني. عندها تستطيع أن نقول ستكون هناك انتخابات نزيفة بإشراف دولي أو غير إشراف دولي، لأن عندما يكون من يحكم العراق هم العناصر الوطنية التي تمثل طموح شعبنا العراقي. أما انتخابات تحضل هذه العملية الفاسدة ستكون نتائجها معروفة مسبقا، وستتكرر نفس الوجوه وستدور نفس الوجوه، وسوف لن يتغير شيء من المشهد السياسي، وسيبقى هؤلاء جاثمين على صدر العراق. نعم سيد مازن، يعني كيف تنظر إلى رفض الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية إعمال البطاقة الإلكترونية بالبيومترية للتحقق من شخصية الناخبين؟
بالتأكيد أي حالة من شأنها أن تنطي مصداقية في طبيعة العمل الانتخابي أو غيره تكون تواجه برفض من قبل الأحزاب العميلة المرتبطة بإيران وبالسلطة، لأنها ستكشف حقيقتهم، وبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يقبلون أن تكون هناك بطاقة إلكترونية أو أن يكون هناك صوت واضح ويسجل بشكل حضاري، وبالتالي فهم أكيد يرفضون كل هذه الحالات، لأنهم مؤمنين إيمان بطلق أنه يجب أن يقوم بالسلطة بغض النظر عن كل ما يقومون به. ونحن ندري أنه للأسف الشديد لا يزال المجتمع الدولي يوفر غطاء، يعني تحديدا أمريكا وإيران لا تزال توفر غطاء لهذه العملية السياسية، يعرفون جيدا من طبيعة هذه العملية ويعرفون الفاسدين ويعرفون الميليشيات. الآن تقريركم كان يشير إلى في الحلة في بابل الانتفاضة كيف تصدت لها أجهزة الكاظمي، الذي الآن العالم تروج وتسوق للكاظمي وكأنه نزل من المريخ وهو جزء من العملية السياسية، هو جزء من المنظومة السياسية الفاسدة. فبالتالي لا يمكن أن يسود الأمن والاستقرار في العراق تحت ظل هذا النظام الفاسد، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك عملية تغيير جذري لهذه العملية السياسية، بمعنى إسقاط النظام مثل ما يريده الشارع. ولذلك مهما كانت من محاولات، أنا ليس مع الانتخابات لأنه الانتخابات معروفة نتائجها مسبقا طالما هذه العملية السياسية وطالما هؤلاء الرموز موجودين، فلذلك أنا أعتقد أي عملية إصلاح تواجه برفض قاطع من قبل هذه الأحزاب ومن قبل الميليشيات، ولذلك لا البطاقة وصلت الفكرة. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي مازن التميمي، شكرا جزيلا لك.